ألو، أنا أسماء ورجعت لكم بفيديو جديد نشارككم فيه تحضيرات المولد النبوي الشريف ووصفة الطمينة الجزائرية لتكون حاضرة في كاع المناسبات. هنا بديت بتحضير الطمينة أو التقنتة. حطيت دو بول أو زوج غرفيات سميد متوسط وخليتها على نار هادئة حتى يصير لونه ذهبي فاتح، يعني لازمكم تبقوا غير تخلطوا حتى السميد ما يتحرقش. بالنسبة لما يعرفوش الطمينة، هي حلى جزائري نقوم بتحضيره في المناسبات الدينية أو مناسبات عادية، مثل مثلا بعد الولادة للاحتفال بقدوم الطفل إلى المنزل، فنقوم بتحضير الطمينة ونزينها بتزيين تقليدي أيضا. اذا السميد عندنا جاهز، الان نقوم بتحضير خليط الزبده مع العسل. انا حطيت 3 ملاعق كبيره من الزبده مع شويه مارغرين واضفت ملعقه ونص من العسل. نخلوهم على نار هادئه ولكن نتفادى الغليان فقط حتى يمتزجوا المكونين مع بعض. بعد ما يمتزج خليط الزبدة مع العسل نقوم بإضافة كمية قليلة من السميد المحمص. نخلط جيدا المكونات ونشوف إذا احتجنا بعض من السميد. أنا هنايا حطيت نصف الكمية حتى تحصلت على التكستور اللي بغيتها. نسكب خليط الطمينة الجاهز في صحن التقديم. نحاول تعديل الوجه فقط باستعمال الملعقة، ثم نجهز المكسرات اللي رانا حابين نستعملوها للتزيين. طبعا كل واحد والمقدور تاعه. انا استعملت القليل من اللوز، حلوى شامية او ما يعرف بحلوة الترك، وزينت بالبندق المطحون وحبات من الوات باكان في الوسط، واستعملت طبعا القرفة لرسم هذه المثلثات على الجوانب. اونتخطون راني نزين في الطمينة. ادعو الاشخاص اللي ما يتابعونيش على حسابي على الانستغرام بالمتابعة لمشاهدة يومياتي على الستوريز والانتفاع بالمواضيع الهادفة اللي نحطها كل يومين او 3 ايام. اذا هذا هو الشكل النهائي للطمينة تاعنا. ندعوكم لمشاهدة باقي الفيديو لرؤية تزيين طاولة المولد النبوي الشريف. أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد. كان هذا فيديو اليوم، نتمنى أنكم قضيتوا وقت ممتع معنا. ما تنسوش لايك شير وسبسكرايب وتفعيل جرس الإنذارات حتى تصلكم كل الفيديوهات القادمة. سلام.